السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. شكرا جزيلا، يسعدني ويشرفني أن تكون هذه الجلسة مع أغنيات أستاذي الشاعر الكبير الدكتور علي شبيكة. وعلي شبيكة أحد المجددين في شعر الغناء السوداني، صاحب مدرسة خاصة وأسلوب خاص. وعلي شبيكة تعبير عن روح أم درمان، لغة أم درمان، تعابير أم درمان، كلام الريد عندها أم درمان، ثم بعد ذلك الذوق واللطف الشديد في اختيار الكلمات والتعابير. ولكن عايز أقول قبل كده إنه أستاذنا علي شبيكة ربنا يمتعه بالصحة والعافية أحد شعراء الفصحى البارزين، وأنا لا أنسى القصيدة التي استمعت إليها منه في يوم من الأيام يصف فيها مناظر الطبيعة في سويسرا، وهي واحدة في نظري وفي نظر كثيرين واحدة من أجمل قصائد الشعر العربي في وصف الطبيعة ومن عيون الشعر السوداني في هذا المجال. وبهذه المناسبة أستاذنا علي شبيكة كان ظهوره القوي والمميز من خلال كلمات عربية لما غنى سيد خليفة زهرة الليلاكي في مطلع الستينات، وتجلى بها الأستاذ الكبير سيد عندما غناها يوم المسابقة لاختيار فنان السودان الأول، وهاج الجمهور وما جمعها وصفق لها طويلا، وربما كانت واحدة من أسباب فوز سيد خليفة بلقب فنان السودان الأول في نهاية تلك الأمسية الجميلة التي عاشتها مدينة أم درمان. أنا عايز أبدأ هذه الجلسة من شعر أستاذي علي شبيكة بأغنية زهرة الليلاك لاستعادة تلك الذكريات مع ولدنا شكر الله الذي أرجو أن يشدو بها الآن. الآن يا فرقة يا موسيقية. الماضي التي أحياك ويا أسطورة أهواك لن أنساك ولن أسلاك لا أنساك ولن أسلاك بلا أنسى ليالي البؤس يوم لغاك Thank you.
نأيتي ولا قد ردت فكنت عصر وتورد وأحلى ولي وتورد وأحلى ولي وتلقاني شوقك يد وعبير يعبق في العنبر ولا آلي أطلت من سغرك كسلوج في زهر البيدر الله يخليك إبداع شديد الله يرحمك يا سيد خليفة الحمد لله أيها السادة معلش ارتاح شوية شكرا يا فرقة موسيقية معلش نروح بعيد يا جماعة يا سلام ربنا يرحم إن شاء الله الله يخليك أحلى الدنيا دنياك يا وديدة يا أجمل منيا أهواها وريدة دي وحيدة قلبي وأنا قلبي وحيدة دي وحيدة قلبي وأنا قلبي وحيدة مكارم ألحق عمك
صداحة يا غزيدة، الله يخليك يا بنتي. شكرا يا حذيفة، شكرا جزيلا يا حبيبي. يا جماعة نواصل مع إبداعات أستاذنا الشاعر علي شبيكة وألحان القدير الكبير السني الضوي، ونستمع إلى بيتنا المغردة أفراح عشان تقول بدري سامي علاه.
سلام يا افراح الشعب. ما هذا التفنن يا بنتي، ما شاء الله عليكي، حاجه هايله الله يخليكي. هذا البرنامج نحيي استاذنا السم الضوي ونتمنى له الصحه والعافيه، ونستمع معه الى بنتنا ايلاف في حيرت قلبي معاك.
شكرا شكرا يا إلاف. والله يا بنتي غنيت غنى تمام. وبعدين ذكرتيني الله يرحمه عمنا ود المامون لما بتعملي كده عمك مرغن المامون قلت قلبي مشيت لي مرغن المامون يا بنتي الله يخليك والله انت متغنايه ربنا يرضى عليك. استاذنا علي شبيكة عنده مطلع في قصيده او اغنيه طول المفارق حيه بفتكره من اجمل المطالع في الغناء السوداني في الفتره الاخيره بل عنده شطره بعتبرها حاجه فريده جدا. طول مفارق حيه يا اخواننا كيف وازيه من يوم فراق ديارنا ما شفنا زيه بالله. شوفوا هذه الصياغه الذهبيه يا سلام يا استاذ يا استاذ يا سلام عليك ويا سلام عليك يا هدى عربي لو سمعتينا ليها بذلك التطريب الكبير والراقي منك. الله يخليك. كيف وزيو هو المفارق حيو يا اخوانا كيف وزيو من يوم فراق ديارا من يوم فراق ديارا ما شفنا زيو حنين حنين زي زولنا والله ما بيتخلى الحي مصيره إلهي الحي مصيره إلهي قال الزمن أو غلى كانت قلوبنا تغني لو جار يوم أو طلع كانت قلوبنا تغني يا ما وطلّى كانت قلوبنا تغني لو جار يا ما وطلّى كانت قلوبنا تغني لو جار يا ما وطلّى يا حليل وشرف راحنا ومسّق علينا الحلّى المفارق حيّ يا أخوانا كيف وإزيّ هو المفارق حيّ كيف وزيو من يوم فراق ديارا من يوم فراق ديارا ما شفنا زيو
والله الله يخليك. شكرا يا كزوم على العزف والابتسامة المسرقة يا أخويا. ويا من ليجي الشاشة. أيها السادة، بهذا الأداء الرائع من بنتنا هدى عربي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة مع كلمات الشاعر الكبير الدكتور علي شبيكة وألحان الموسيقار سيد خليفة والملحن الكبير السن مضوي، حتى نلتقي بل وفي كل حين. لكم من الفرقة الموسيقية ومن بناتي وزملائي ومني أطيب الأمنيات. كثير من شباب الخرطوم حاولوا أن يتعلموا العزف على العود في ذلك العصر. انت روحي